مرحبا، معكم إديونيشن. في هذا الفيديو سوف نتعرف على طريقة تغيير كلمة السر. أولا اضغط على ملفك، ثم اختر الملف الشخصي. سوف تظهر لك التفاصيل الأساسية الخاصة بك. عند كلمة السر اضغط على تغيير. ادخل كلمة السر الحالية، كلمة السر الجديدة، وأكد على كلمة السر الجديدة، ثم اضغط على حفظ. يمكنك طباعة كلمة السر للاحتفاظ بها. شكراً لاستخدامكم إديونيشن.